اللغة العربية لغة القرآن الكريم وقواعد نحوية لا مثيل لها، تميز ومكانة بين لغات العالم أجمع. فهل لك أن تتخيل كم هو عدد كلماتها؟ بحسب جميع المصادر والمعاجم يبلغ عدد كلمات اللغة العربية 12,300,212 كلمة بلا تكرار، في حين تبلغ اللغة الإنجليزية 600,000 كلمة، والفرنسية 150,000 كلمة، التركية 111,000 كلمة. تحتل اللغة العربية المركز الرابع بين لغات العالم من حيث الانتشار والتعامل بها. احتفظت اللغة العربية بثباتها ضد التغيير والصراعات العالمية وتأثير اللغات الأخرى. فما هو مستواك في اللغة العربية وقواعدها النحوية؟